السلام عليكم، معكم محمد الديب. ان شاء الله النهارده نعرف طريقه عمل الغريبه بطريقه ناجحه بطريقه سهله تنجح مع الكل باذن الله. اللي لسه ما اشتركش في قناتي هيلاقي علامه اشتراك او سبسكرايب يشترك فيها، تمام، عشان يوصل لكل جديد ويسيب لي تعليق ويعمل اعجاب ويقول لي في التعليق النتيجه طلعت معاه ازاي. ماشي، معانا بقى المقادير هي ايه؟ معانا لوز، لازم عشان نزين به، ممكن تزينه بألماظ عادي أو أي نوع عادي أو مش مهم. بعد كده معانا 2 كوباية دقيق وكوباية سكر بودرة وكوباية سمنة، تمام، كوباية السمنة اهي وكوباية السكر البودرة، تمام، وكل كوباية كوبايتين دقيق بياخدوا 1 كوباية سمنة و1 كوباية سكر بودرة، يعني بيبقوا واخدين النص. بصهم بيبقوا واخدين ايه؟ النص. 2 كوباية بيبقوا واخدين النص. هنروح في المضرب بقى ننزل بالسمنة والسكر، ولازم السمنة تكون جامدة شوية عشان تبقى كريمي معانا. اهم هنضربهم اول حاجة على اقل سرعة عشان السكر ما يعفرش وكده، وبعد كده نهدي السرعة لما يبقى كريمي، وهننزل بالدقيق بالتدريج بعد ما يبقى كريمي. معلش الحتة دي كانت وقعت مني في الكاميرا عشان بس درجة الحرارة كانت عالية. هنفضل نقلب 2 كوباية بعد ما يبقى كريمي، وممكن عامة تقلبيه من غير مضرب كهرباء، بمضرب عادي يدوي أو بإيدك عادي لما يبقى كريمي معاك، مش مشكل. هنفضل نقلب فيها، هنحط على الخلاط الكريمي مقدار 2 كوباية الدقيق زي ما انتم شايفينه، نقعد نقلب. بعد ما تقلب اهو بنكورها، تمام، بصم، وبنعرف اللي هي ناجحة او ناجحة ازاي او محتاجة حاجة لما نكورها زي ما انتم شايفين كده. بصم لسه مشققة، مش هنحط لها سمنة بالتدريج، لا، هنحط لها زيت. لو كان الشق فيها كبير، معلقة كبيرة بمعلقة كبيرة، الشق فيها صغير يعني معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة، ونعجن، تمام، لحد ما تبقى كورة معانا وبتلم وبنفردها على ايدنا مفيش فيها اي تشققات، عشان ده اللي بيخليها تكون ناجحة. وبالنسبة للناس اللي بتعملها بالشوكولاتة وبتشقق منهم بيضيفوا لها كاكاو، يا جماعة ابقوا اخصموا من الدقيق مقدار الكاكاو، ما تحطوش الكاكاو بالزيادة، اعتبروها كيكة بالظبط عشان ما تشققش منكم. دي ملحوظة مهمة يعني. او بنعجن فيها اهو بايدينا، بتلم معانا على طول وسهله خالص وطريه في ايدنا. هنبدا بقى نكورها، بصم اهي بتكور في ايدي بكل سهوله، بصم هفردها قدامكم اهي، ولا بتشقق ولا اي حاجه. هنسيبها بقى ترتاح في التلاجة قيمة ربع ساعة، وهرجع لكم عشان نشكلها بقى. بعد ما ارتاحت يا جماعة ربع ساعة في التلاجة، هنبدأ نشكلها على شكل كور كده صغيرة أو كبيرة انتوا ومزاجكم عادي. بصوا ما انا عاملها بالمقاس ده، تمام، أهم حاجة ما بين الإيدتين في بطن الإيد، وتقليب كده دائري عشان تاخد شكل الكرة معانا زي ما انتم شايفين بكل سهولة. ونوسع على كل واحدة والتانية، ما نكبسهمش جنب بعض، لأن كده كده حجمها بيزيد، فاحنا لما يبقوا جنب بعض مش هيلزقوا ولا حاجة. مش قصدي هيلزقوا ولا حاجة ان هم هيبوظوا، بس لا، هيمسكوا في بعض، مش هيبقوا واخدين شكل دايرة، هتبقى دايرة وجايب زاوية من تحت عشان التانية ماسكة في بعض. انا خلصتهم اهم وكورتهم، هنبدأ بقى نحط لهم كده لوز من فوق، نزينهم اللي هيزين بأي حاجة عادي، اللي مش هيزين بطرف صبعه اللي هو قبل الأخير، ويشتغل يعمل بس ايه منظر. اهم خلصهم خالص، اهم اتحط لهم ايه اللوز، اهم بصهم شغال ازاي، كان صبعي شغال كده بطرف صبعي، حط لهم اللوز. طبعا يا جماعة الفرن شغال معانا على درجة حرارة 160، هنقعدهم بالظبط ربع ساعة ونبدأ نشوف كده. لما نلاقي ملمسهم ناعم، مش لازم تحمر من تحت، لما ملمسها تكون ناعم
في ايدينا. بصوا بعد ما طلعت اهي يا جماعه ما شاء الله بجد مش قادر اقول لكم، زي هي اللي بتبقى عندنا في دمياط بالظبط. تمام، مش مشقه، مش فيها اي حاجه، واخده شكل حلو يعني وناعمه. وهقطع هكسر كده واحده قدامكم عشان تشوفوا برضو النتيجه بتاعتها عامله ازاي ونشوفها مع بعض. بصم بصم دايبة خالص يعني ما شاء الله يعني. اه ونعم، شوفوا بقى صبعي بعمله في الجنب، بعمله في الجنب بعمل ازاي دايب. دليل انها ناجحة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير.